في اتصال تاني مراد من القاهرة. أستاذ مراد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سريعا اتفضل. ازيك يا باشا عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الله يخليك. والله انا عندي مشكلة بقالها 11 سنة مش عايزة تتحل. ان شاء الله تتحل. معانا اتنين نواب بس سريعا قول لي. انا مقدم على شقة تبع الحالات القافية. لا مش هتتحل. القاهرة. دخل. اتفضل يا فندم. 11 سنة معلش عايزك يعني ايه؟ انت عايز فرصة ان في اتنين اعضاء من مجلس الشعب مع حضرتك فقلت اتصل يعني. ولا المجلس كله هيحل الا الشقق الا الشقق. يعني لو انا بهزر. ان شاء الله تتحل. ان شاء الله يا فندم تتحل باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بس ارجوك سيب بياناتك في الكنترول.